بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مبدئيا حناخذ فكرة على موضوع التحكم باستعمال لوحة الأردوينو في شيء يشتغل بـ 220. وعندنا اللمبة هذه 220، فأنا بالنسبة لي أنا لما نجي مثلا نبي نولعها اللمبة، مجرد نقول هكي تولع اللمبة، طبعا هذا الخيط جايب 220، وأنا لما نجي نوصل 220 مباشرة تولع اللمبة. طبعا إذا كان درت تطبيق كيف هذا الواحد ينتبه شوي لأن 220، فطبعا بالنسبة لي أنا إذا كان وصلت فنقدر مثلا لو افترضنا أني جيت أنا شندرت، جيت حطيت النقطتين هذين، النقطتين هذين كأن المفتاح، لما نجي نوصل تولع، لما نوصل تولع، النقطتين هذين هن المفتاح، نفس المفتاح اللي موجود في الساس تاع الساس. طبعا من الواحد ما يلمسش النقاط هذين، لما يجي يوصل النقطتين هذين تولع اللمبة، لما نفصل، لما نوصل، يعني معناه شنو؟ خيط وصلناه مباشرة وخيط قطعناه خلينا مقطوع الخيط، لما نوصل تولع اللمبة. نبي الأردوينو يتحكم في القصة هذه. فطبعا الأردوينو ما تشتغلش الا بخمسة فولت كيف ما قلنا. فقلنا للإجراء هذا شنو بنديرو؟ نبي نستعملوا الريلي. الريلي اللي قدامي هذا شنو فيه؟ شنو فكرته؟ الريلي فيه النقطتين هذين يا يوصلها، يقدر يوصل النقطة هذه بهذه ويقدر يفصلها. طبعا خلينا نحلون ونوصل النقطة هذه هنا. نوصل النقطة هذه هنا. نفس التطبيق اللي فات ما ادري خذيناه، اللي هو شنو الفكرة نتاعه، ان النقطتين هذين موصلات بالصفر و5 فولت، وهذه بالإشارة، الإشارة اللي جاية من الأردوينو. الإشارة هذه ممكن المعالج هذا يرسل لي 5 فولت، لو كان رسال 5 فولت حيوصل النقطتين هذين، لو كان رسال 0 فولت حيفصل النقطتين هذين. فنبي نشوف الكلام هذا حل حيشتغل ولا ما يشتغلش. طبعا نشوفه نولعوا نشوفوا نشغلوا البرنامج بتاعنا، هسه البرنامج اللي بدري كان يشتغل على الدايت. ترى بس بريان شنو تو قاعدة ترسل في إشارة 5 فولت وصلت النقطتين هذين، لما وصلت النقطتين هذين كأني وصلت أنا الخيط الأسود والأصفر، وصلت أنا بعضهم، يعني تو اللوحة ترسل في 5 فولت، يترتب عليها شنو يصير؟ يتمغنط الخيط يوصل النقطتين، لما يوصل النقطتين هذين تولع اللمبة. اللمبة هذه ممكن تكون لمبة، ممكن تكون مصنع، ممكن تكون خط، ممكن تكون ماتوري، عرف كيف منبوها، ممكن تكون ماتوري الغسالة، ممكن ماتوري المكيف وهكذا. فأنا بالنسبة لي أنا لما نوصل النقطتين هذين مع بعض، فأنا بالنسبة لي أنا إيش درت؟ درت تحكم بالبرنامج اللي نحن صبيناه، اللي برنامج برمجناه برمجناه بالمنظومة هذه اللي هو السي لانجوج، خذيناه وصبيناه داخل الأردوينو، وتو قاعد يتحكم بناء على هذا البرنامج، أو بناء على هذه الخوارزمية. الخوارزمية ايش تقول؟ تقول ان خلي الخط رقم 13 هاي، خلاه هاي تولعت، وبعدها راجي كم؟ راجي دقيقتين، راجي دقيقتين، ولعها دقيقتين، وبعدها طفيها خليها لو، وبعدها خليها دقيقة طافية، بعد يرد من جديد خليها والعة، دزلها 5 فولت، 5 فولت يدزها وين؟ للريلي، الريلي يوصل النقطتين وهكذا. فأنا بالنسبة لي أنا الريلي هذا تك، منين جات التك هذه؟ التك جات من 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 تمغنط المغناطيس اللي في تمغنط الملف اللي جوا، مغنط جا كر سحب المفتاح، خلاها يوصل الخط الأسود بالأصفر، لما يوصل الأسود ولعت اللمبة، بعدها فصلها ولعها، تو فصلها طبعا، بعدها ولعها تولعت، بعدها فصلها وهكذا، ولع ويفصل ولع ويفصل كيف ما طبعا بناء على البرنامج اللي، ونقدر نخلي طبعا الكلام هذا نقدر نخليه يولع شوي ويطفى،
اكثر بناء على ان نقدر نغير حتى في البرمجه. شفتوا يكون خلوه لا بالعكس يطفى واجد يقصد يولع شويه مثلا واحد يولع يطفى مثلا اربع دقائق مثلا ونجي ندزوها نشوفوا هل حي شيء سكر ما ضل اشوفه كيف يصير. شفتوا طفاء واجد قاعد طافي ولع ولع شويه شفتوا ولع شويه ثانيه واحده بعد طافي اربع ثواني ولع ثانيه واحده واربع ثواني طافي وهكذا. نقدر نبرمجوه كيف ما نبوا نحن هذا نقدر نديروا فلاشنج يمشي بسرعه يطفي ولا يطفي ولا بسرعه كيف ما نبوا. كل الكلام هذا وين بناء على الديلي الاول ولا الديلي الثاني. هذا ممكن نخلوه يولع يطفي بسرعه شو ندير مثلا ندير واحد واحد وندز البرنامج. كيف ندز البرنامج كيف نحطن هنا البرنامج داخلني نحطنا بهذا الزر ياخذ البرنامج هذا ويدير له السوفت وير يخزنه وين شفته يطفى ولا يطفى اسرع شيء صح بعد يريد الولع والطفية متساوية ونقدر نقوله حتى أقل وهكذا يعني. كيف ما نبغى طبعا طبعا هذا الدماغ خلص شوف سريعة نص ثانية يطفى ولا بعد نص ثانية. فالكلام هذا طبعا له تطبيقات واجدة تطبيقات نقدر نشوف التطبيقات. المهم الخلاصه نحن نبي نعرف شنو كيف نتعامل مع الريلي كوسيط بين عالم ال 5 فولت وعالم ال 220 فولت. يعني هنا عندنا عالم ال 5 فولت وهنا عندنا عالم ال 220. من الوسيط اللي بيننا هو ايش؟ هو الريلي نفسه.